حول تطورات المشهد السوري والتصريحات الأخيرة للرئيس بشار الأسد، ينضم إلينا من باريس مسؤول الإعلام المركزي بالقيادة المشتركة للجيش السوري الحر السيد فهد المصري. سيد فهد، إذن الأسد يصف المعارضين المسلحين بالإرهابيين والمرتزقة ويقول إن من يقتل المواطنين ليست الدولة، ما هو تعليق الجيش السوري الحر على مجمل هذا الخطاب؟ يعني مجمل تصريحات بشار الأسد لا تنم إلا عن مخاوف ورعب حقيقي يعيشه بشار الأسد. بدا الخوف عليه واضحا، بدا الرعب عليه واضحا. بشار الأسد أراد إيصال عدة رسائل من خلال هذه التصريحات التي تحمل كلها في مجملها تحمل تهديدات واضحة وصريحة، فإما أنا وإما القاعدة، هذه رسالته إلى العالم وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وأيضا رسالة إلى الشعب السوري، إما أنا ومخاطر التقسيم والطائفية. الرسائل واضحة لا تحتاج إلى تحليل أو إلى تأويل أو إلى تفسير، التهديدات واضحة للغاية. نحن نقول لبشار الأسد لا نريدك، لا أنت ولا القاعدة، الشعب السوري ضد الفكر المتطرف، ضد تنظيم القاعدة، ضد كل التنظيمات المتطرفة والتكفيرية. الشعب السوري يريد، والقيادة المشتركة للجيش السوري الحر تريد، مشروع وطني حقيقي يضم كل فئات الشعب السوري ضمن مشروع وطني ينقذ الدولة السورية. في رسالته الخارجية للعالم كما تفضل سيد فهد المصري، الرئيس الأسد اتهم الغرب بشن حرب على بلده وسعيه، سعي الغرب يعني إلى إشعال الطائفية، وأكد أيضا بأن الشعب السوري أصبح واعيا بما يجري الآن في البلاد. لنستمع بداية إلى هذا المقطع للرئيس السوري حول هذا الموضوع ثم أستمع لردك. الحقيقة الغرب دائما يستخدم أي عنصر يظهر في الساحة حتى ولو كان هو ضد هذا العنصر، والدليل أنهم يحاربونها في مالي ويدعمونها في سوريا ويدعمونها في ليبيا، هي موجودة، نفس المجموعات المتطرفة التي قاتلت في سوريا كانت مدعومة في ليبيا، وهي نفسها التي تدعم مالي وقاتلوها في مالي. هذا ما يسمى بازدواجية المعايير، وأنا أسميه ثلاثية المعايير ورباعية المعايير، وإذا كان هناك 1000 معيار فلا مانع لديهم. هم يستخدمون أي ورقة تضر أي بلد ليرضون عنه، وبالتالي في حالة سوريا هم سعداء أن تأتي القاعدة إلى سوريا. أولا يتخلصون من هؤلاء العناصر في مناطق مختلفة، سواء كانت تحاربهم في ليبيا أو في مالي أو في أفغانستان أو في أي مكان، تأتي إلى سوريا وهذا يخفف الضغط في مناطق أخرى. من جانب آخر هذا يؤدي للتخريب في سوريا بغض النظر عن من ينتصر، انتصرت الدولة أو انتصرت القاعدة أو غيرها، بالمحصلة سوريا ستدفع الثمن وسيكون الثمن غالي. استمعت سيد فهد المصري إلى هذا المقطع ودور الغرب وما إلى ذلك. سؤالي لك، عندما يتحدث الرئيس بشار الأسد في مجمل خطابه عن الإرهاب ودور الغرب والقاعدة وما إلى ذلك، هل يمكن بهذا الخطاب بالفعل اختصار كل ما جرى على مدار أكثر من سنتين في موضوع الغرب وتدخله والمؤامرة والإرهاب وما إلى ذلك؟ يعني هذه السيناريوهات التي يستخدمها بشار الأسد سبق أن استخدمها نظيره الليبي، وأعتقد أن مصير بشار الأسد سيكون محظوظا لو لاقى نفس مصير معمر القذافي. هذه سيناريوهات مشروخة بالتأكيد، من سيواجه هذه المشاريع، هذه المؤامرة، بالتأكيد هناك مؤامرة، لكن ليس على النظام السوري ولكن على الشعب السوري الذي يواجه أعتى آلات القتل والإرهاب منذ سنتين وحتى الآن، وما زال المجتمع الدولي عاجزا عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في سوريا وإنقاذ سوريا من براسن التقسيم ومن براسن القاعدة. من صنع القاعدة في سوريا سيدي، دعنا نقول ونكون صريحين، من صنع جبهة النصرة في سوريا، هناك 3 أقسام من جبهة النصرة. القسم الأول قسم أتى من العراق، وقسم آخر أطلق سراحهم بشار الأسد من السجون، من سجن صيدنايا العسكري ومن فرع فلسطين، قرابة 500 معتقل إسلامي جلهم من تنظيم القاعدة. القسم الثاني هم جهاديون أتوا من أصقاع العالم لنصرة الشعب السوري أمام تخاذل وتقاعس المجتمع الدولي عن حماية الشعب السوري. أما القسم الثالث وهو السواد الأعظم من جبهة النصرة، هم من المواطنين السوريين البسطاء العاديين الذين لا يحملون فكر القاعدة ولا
ولا يحملون فكرا متطرفا، ولكن وجدوا لدى تنظيم النصرة في سوريا وجدوا السلاح والذخيرة فانضموا لها للدفاع عن أهلهم ومدنهم وقراهم في وجه آلة القتل والإرهاب في سوريا. وبالتالي نحن نقول بأن من سيفشل مشاريع الإرهاب في سوريا ومن سيسقط النظام السوري هو الوحدة الوطنية، المشروع الوطني الحقيقي الذي يعبر عن تطلعات الشعب السوري بكل فئاته. شكرا جزيلا. ونؤكد لك أنه أمام ضحالة المعارضة السورية في القيادة المشتركة للجيش السوري الحر فهد المصري، ونعتذر بسبب ضيق الوقت. شكرا جزيلا لك.